يعطيكم العافية. اليوم بدنا نحكي عن فيكتور بروسيسنج، بس قبل ما نحكي عنه وندخل بتفاصيله، في عنا محاكي جديد لازم نجهزه مشان نحسن نتعامل مع الفيكتور بروسيسنج. هلا في عنا هالثلاث مجلدات لازم يكونوا معنا. طبعا في رابط على الفيسبوك نزل على جروب الحاسبات للأستاذ أحمد جندي، موجودين هناك. في عنا ملف البروجرامز، في عنا الفايرفوكس والميني ويب سيرفر. الفايرفوكس حصرا لازم تكون نسخة 48، والميني ويب سيرفر راح يكون على الشكل التالي. هذا الميني ويب سيرفر بدنا نحط له رقم بورد، مثلا انا حاط له 8000. هذا الرابط راح يكون على الشكل التالي. من وين راح نجيبه؟ يعني راح نجيبه من هون، ندخل على هذا الملف، بعدين على الاي سي اي، بعدين على الكوريان، بعدين على الاركيتكتشر. طبعا ما في داعي نكمل، خلص بناخذ هذا الرابط بننسخه وبنرجع على الميني ويب سيرفر ونحطه هون وخالص. نحط الرابط هون ونضغط، طبعا هذا الخيار واقف عندي لاني انا مجهزه قبل، نضغط بكون الامور تمام، تفعل الميني ويب سيرفر. وبنفس الوقت بنكون نصبنا الفايرفوكس، ندخل على الفايرفوكس، ظهر عنا الفايرفوكس. فبنكتب بمحل كتابة العنوان local host 24 رقم البورت اللي حطيناه بالميني ويب سيرفر، ونضغط انتر. هلا طلعت عنا هاي الواجهة. هاي الواجهة فيها ملفات كتير، فراح ننزل فورا لتحت نختار هذا الخيار اللي هو الديفولت HTML. تمام، فبتطلع عنا هالمحاكيات، هي مجموعة محاكيات راح نشتغل على كذا محاكي، بس لجلستنا راح نشتغل بالفيكتور بروسيسور سيميليشن. نضغط عليه، نختار كمان الديفولت HTML، تمام. هون بنعمل ران، ما في داعي نعمل ابديت. تمام، هاي واجهة المحاكي. طبعا في مشكلة رح تظهر معنا هون، ممكن المحتوى ما يظهر لنا لأنه في مشكلة بالجافا سيكوريتي. فلما رح هون بده يكون في مثل إشارة توقف أو شيء، وفي تحت أكتيفيت جافا. لما نضغط أكتيفيت جافا، جافا ما رح يسمح، رح يقول لنا إنه جافا بلغت هذا الموقع وما سمحت إنه يظهر المحتوى. فنحن بنروح على الجافا بجهازنا، نبحث عنه، بنختار configure java، بنفوت على خيار security، بنعمل edit site list. هلا انا ضايفه هون، نحن بس بنكبس add وبنحط هذا الرابط، بنعمل اوكي، فبصير له سماحية الوصول، بنعمل اوكي. هلا هاي هي واجهة المحاكي. الفكرة من المعالج الشعاعية، رح نصير نتعامل مع مسجلات شعاعية، بمعنى انه صار كل مسجل بيتعامل مع عدة قيم حسب الشعاع وطوله. تمام، هلا ضمن الشعاع من نحمل قيم من الذاكرة واشعة من الذاكرة، وكمان بنفس الوقت الوحدات الوظيفية رح تتعامل مع شعاع كامل كل دورة ساعة. يعني بمعنى بتنهي العمل على قيمة من قيم الشعاع بمرحلة التنفيذ كل مرة. تمام، هلا هون ننتقل لواجهة المحاكي. في عنا الماكس فيكتور لينك يلي هو ال MVL. تمام، هذا بياخد قيم 8 16 32 64 128. هذا بيعبر عن طول الوحدات الوظيفية، او بمعنى كم طول الشعاع يلي بتحسن الوحدات الوظيفية تعالجه. تمام، يعني كم عنصر من قيم الشعاع اللي بتحسن الوحدات الوظيفية تعالجه. بالخانة الثانية number of functional units، عدد وحدات الوظيفية. مثلا عندنا الوحدات اللود والستور وحدة، الانتجر وحدة، الملتبل وحدة. بس هون في عندنا وحدات القسمة هي من الأصل جاي كقيمة افتراضية هي واحد. تمام، هلا هون cycles to execute for each unit هي عدد دورات الساعة اللازمة لحتى تبلش التعليم البدء بالتنفيذ.
تمام، بنختار قيم معينة حسب شغلنا. تمام، هلا هون في عندنا الفيكتور لينكس فور ذا كودز بيلو. هاي الفكرة هي انه بتحدد لنا حجم الاشعة يلي رح نسحبها من الذاكرة. تمام، يعني لما بنسحب الذاكرة الشعاع كم قيمة رح يكون فيه. هون مثلا كقيمة افتراضية هي 20. هلا هالخيارات هدول، هلا الاكزيكيوت والريسيت معروفين، اكزيكيوت تنفيذ، ريسيت اعادة ترسيب اعدادات البرنامج. اما الديمو، الديمو لما بنضغطه بيعطينا برنامج مكتوب افتراضي وجاهز، هلا رح نتعامل معه بعد شوي. هون عنا هذا الخيار with chaining optimization. الفكرة من ال with chaining optimization لما بنفعل هذا الخيار صار فينا يعني اعطينا صلاحية التمرير الامامي بين التعليمات. لما كان يصير تضارب بيانات مثلا بالريد افتر رايت كنا نعمل مرحلة التمرير الامامي. تمام، هلا لما بنفعله صار فينا يعني التعليمات تلقائيا بتصير بتعمل، صار فيها بيناتن تضارب بيانات تلقائيا بتعملها لحركة التمرير الامامي. اما لما ما بنفعلها فبده يكون تنفيذ تسلسل. تمام، هلا هون هذا الكود يلي طلع بالديمو رح نشوف. هلا هذا الكود عن شو بيعبر؟ هو بيعبر عن هاي العملية يلي هي x تساوي x زائد y مضروبة بـ z. تمام، هلا هذا كود الاسمبلي المعبر عن هاي العملية. تمام، عنا الـ x والـ y والـ z هي عبارة عن مصفوفة أشعة. فحملنا الـ x، حملنا الـ y والـ z، جمعنا بين قوسين يلي هي الـ x زائد y، وضربنا بعدين بالزد وخزننا بالاكس. تمام، لانه الاكس هي متخزنه بالار كلاتي. تمام، هلا هون هاي التعليمات هدول اد اي هي للانتقال ضمن المصفوفات الاكس والواي والزد، والبي ان زد هي مشان اعاده التكرار مره ثانيه. هلا هون لحتى نحول هذا الكود لكود شعاعي فورا لك وجاهز، ما في داعي حتى نتعذب فيه، بس فينا نعمل مناقشة مثلا كيف صارت هالأمور بالكود الشعاعي. هي على الشكل التالي، مثلا الـ X كيف إجت كشعاعيا فهي على الشكل التالي M X X زائد N ناقص واحد. حطها بالفي صفر. هلا الفي صفر هو مسجل شعاعي رقمه صفر. تمام، بس كيف زبطت هون الاكس رح تمشي من الصفر لل19، لانه نحن محددين من الاصل هي 20. تمام، فرح تمشي من الصفر لل19، كل هالقيم رح تتوضع بالمسجل في صفر. ونفس الشيء للواي. هلا اذا بنشوف الواي، هلا هون الاكس انوضعت بالفي صفر، اما الواي الواي نفس الحالة، يمشي من الصفر لل19 وينوضع بالفي واحد. ونفس الشيء بالنسبة للزد راح ينوضع بالفي 2 كمان على الشكل التالي. هلا بالنسبة للعمليات يلي هي ضرب وجمع راح تكون كمان على الشكل التالي. هون ما عاد بنستخدم مسجلات فاصل عائمة ولا مواقع ذاكرة ولا شيء، نحن خلص انتقلنا لمسجلات شعاعية اللي هي في صفر وفي واحد وفي اثنين. هون عنا عملية الجمع جوا القوسين هي جمع بين الفي واحد والفي صفر، تخزين ناتج بفي صفر. اما عملية الضرب فهي في صفر مضروب بفي اثنين، طبعا في صفر ناتج من عملية الجمع مضروب بفي اثنين، وايضا نتيجة مخزنة بفي صفر. هلا لنرجع هاي القيمة للذاكرة تكون على الشكل التالي، الفي صفر راح ترفع او تتخزن بالموقع اكس اللي من صفر لتسطعش للمصفوف الشعاعية اكس من صفر لتسطعش، لانه اذا بننتبه العملية ناتجة عم يتخزن باكس. تمام، هلا راح نحكي عن القسم الاسفل من المحاكي. في عنا هون اذا عملنا مثلا execute او في عنا ثلاث عوامل start data ready و complete.
هلا الستار بيحدد لنا زمن جلب التعليم، انه باي دورة ساعة كان فيها جلب التعليم، مثل محاكي التوماسولو واللوب ان رولينج. كان بالتوماسولو في عندك الايشو، الايشو كانت تحدد لك باي دورة ساعة تم جلب فيها التعليم. الداتا ريلي هي بحدد دورة الساعة تم فيها تجهيز اول قيمة من قيم الشعب. اول قيمة انعطت اعطيتها التعليم بيحدد لنا باي دورة تم. هلا الكومبليت هو زمن انتهاء تنفيذ التعليم، انه دورة الساعة اللي انتهت فيها التعليم من التنفيذ. اما التايب اوف هازارد فهو بحدد لنا نوع التعليم. بس هلا كملاحظة صغيرة، مثلا ممكن يصير تضاربات بين التعليمات. هلا هون كيف صايرة فكرة التضاربات؟ اذا مثلا في عنا تعليمة حالية ومطلوب جلبها، بس كانت هاي التعليمة صاير بينها وبين تعليمة سابقة تضارب، فلحتى يصير جلب هالتعليمة لازم التعليمة السابقة تكون جهزت أول قيمة من قيم الشعاع اللي عندها. طبعا ما يصير تنفيذ فورا للتعليمة الحالية، بس فقط عملية جلب. لكن لحتى تصير عملية الجلب لازم تجهز التعليمة المتضاربة مع السابقة أول قيمة من قيم الشعاع اللي عم تتعامل معه. تمام، هلا رح نعمل إعدادات ونناقش شو رح يصير معنا إذا عملنا الفيكتور لينكس 12. تمام، والباقي تركناه مثل ما هو كقيم افتراضية مثل ما موضوعها. وهون بس في هون فكرة مناقشة هذا الخيار ثاني، بس هذا الخيار اللي هو الـ accumulative cycles في حال فعلنا السيجمنت الثاني رح يبدأ من نهاية السيجمنت الأول. هلا بنشوفها بس نوصل إلى. فهلا خلينا نجرب نشيل التمرير الامامي ونعمل اكزيكيوت. تمام، نلاحظ انه اختفت القيم من الداتا ريدي والتايب اوف هازارد بسبب انه حكينا رح يصير تنفيذ تسلسلي. تمام، اما لما بنرجعها رح يرجع تظهر هالقيم. هلا بعد ما نفذنا وحددنا خيار التمرير الامامي رح نناقش هون قيم هذا الجدول. نلاحظ انه اول تعليمة يلي هي الفيلو، طبعا هون خلص صرنا عم نتعامل اشعة كلها مسبقة بفي، وهون كلها مسجلات شعاعية. الفيلو تم جلبها بدورة الساعة صفر انه كبداية، وعطت اول قيمة من قيم الشعاع بالدورة الرابعة. تمام، هلا وانتهت بال11. هلا اول قيمة من قيم الشعاع انعطت عند الدورة الرابعة، بس هلا التعليمة تنفذت عند الدورة الثالثة، وبعد وبالدورة الرابعة عطت القيمة. بس كيف كفت انه انتهت عند ال11؟ نحن محددين مسبقا انه اطول او اكثر عدد عناصر ممكن تعالجها الوحدة الوظيفية هي 8. اما هون نحن محددين طول الشعاع 12، فما فينه فينا الوحدة الوظيفية تعالج 12 قيمة وهي محدد لها MVL 8 ضمن التكرار الواحد. بالتالي بلشت تعليمة اللود بالنبضة صفر، نفذت بالنبضة 3، عطت أول قيمة بالنبضة الرابعة، وبدت تكفي تعطي 8 قيم فقط، فبدو يضل 4 قيم للتكرار الثاني. هلا بنشوف التكرار الثاني كيف راح يصير. تعليمة اللود الثاني نفس الشيء، انتهت تعليمة اللود الأولى بأول تكرار عند النبضة 11، تعليمة اللود الثاني بتبلش عند النبضة 12. طبعا السبب انه نحن عنا لود بفر وحدة او وحدة وظيفية للود، فبالتالي ما رح تبلش اللود الثاني لحتى تنتهي اللود الأولى. هلا هون نلاحظ انه تعليمة الجمع ما تحتاج لقيمتين، لقيم تعليمة اللود الأولى وقيم تعليمة اللود الثاني. لهيك رح تنتظر تعليمة الجمع لحتى تعطي تعليمة اللود الثاني أول قيمة من قيم شعاع لحتى يتم جلب تعليمة الجمع. تعليمة الجمع هي الـ VAD، عم تحتاج الـ VAD عم تحتاج الـ V1 والـ V0. الـ V0 والـ V1 عم تيجي قيمهم من اللود الأولى واللود الثاني. اللود الأولى جلبت قيمه وانتهت، أو بالأحرى جلبت أول قيمة بالدورة الرابعة، فما كتير رح تأثر. أما التأثير رح يصير بالتعليمة اللود الثانية. تعليمة اللود الثانية رح تنتظر رح تنفذ وتنتهي عند 35، بس أول قيمة رح تجيبها
عفوا راح تنتهي من أول 8 قيم عند 23، بس أول قيمة راح تجهزها من قيم الشعاع هي عند الدورة 16، بالتالي تعليمة الجمع لن يتم جلبها لحتى تكمل 17. السبب إنه نحن حكينا أي تعليمة حالية راح يتم جلبها راح يتم التحقق منها في تضارب بينه وبين تعليمة سابقة، هون في لأنه تعليمة الجمع محتاجة قيمة تنفيذ أو قيم من اللود الثاني، واللود الثاني ما بتجيب أول قيمة للدورة 16، فلما بتصير الدورة 16 وبتجلب أول قيمة تعليمة الآد راح يتم جلبها. تمام؟ أما هون مثلا تعليمة الضرب عم تحتاج ال V0 يلي هو عم ياخد قيمة تنفيذ تعليمة اللود الأولى، وال V2 يلي عم تاخد قيمتها من تنفيذ اللود الثالثة. فمنلاحظ هون إنه اللود الأولى ما رح تأثر عليها بإنه بجلب أول قيمة أو ثاني قيمة، لأنها قريب إنه ببداية التنفيذ، أما رح تأثر أكتر شيء هي اللود الثالثة. اللود الثالثة أول قيمة جلبتها أو جهزتها من قيم الشعاع كانت بدورة الساعة 28، بالتالي بالدورة الساعة 29 رح يتم جلب تعليمة الضرب وراح تبلش تنفيذ بس تكتمل القيم كلها. هلا هون بنلاحظ إنه تعليمة التخزين عندها تضاربين، تضارب struct وتضارب data. السبب إنه تعليمة الضرب عم تكتب ب V0، تمام، نتيجة عم تخزنها ب V0، وعندها أول قيمة جلبتها من قيم الشعاع هي 41، ونحن حكينا أي تعليمة حالية متضاربة مع تعليمة سابقة لن يتم جلبها حتى التعليمة السابقة تجلب أول قيمة من قيم الشعاع، فجلبتها بال 41، ففورا تم جلب تعليمة الستور بال 42، وهذا يعتبر مثل ما حكينا تضارب بيانات. أما سبب التضارب البنيوي هو وجود وحدة لود وستور وحدة مثل ما حاطين بإعداداتنا، لهيك ما عنا عدد وحدات كافية لحتى ما يصير تضارب بنيوي، لأنه بنلاحظ هون كل تعليمات اللود والستور فيها تضارب بنيوي إلا من عدد الأولى لأنه بتكون وحدة اللود والستور جاهزة. هلا هون بدنا نلاحظ بعض الفروقات بين الأعمدة، في عنا بين داتا ريدي والكومبليت في عنا فرق 8، يعني من 4 من 4 5 إلى 11. طبعا هذه 8 هي عدد العناصر اللي ما يتم معالجتها هو 8، نحن محددينه 8. طبعا هون ما بننسى انه في فرق بين ال MVL وبين طول الشعاع يلي رح يتم جلبه، هون رح يتم معالجة 8 قيم من الشعاع، اما هون الشعاع طوله 12، اما هون اكتر عدد عناصر ممكن تعالجه الوحدة الوظيفية هو 8. اما بين الستارت والداتا ريدي هو التأخير أو بمعنى cycles to execute for each unit، نحن محددين للload مثلا 4 ليك 4، محددين للجمع 8 هي التعليم الرابع فعلا ليك 8. تمام، هلا بننتقل للتكرار الثاني. التكرار الثاني بنختاره عن طريق خيار segment. التكرار الثاني نحن حكينا انه بالتكرار الاول عالجنا 8 قيم بس ضل عنا 4 قيم ما تعالجت، فهالحكي رح يتم معالجته بالتكرار الثاني. بس خلينا نشوف خيار الاكيوميليتيف سايكلز شو راح يعمل. اذا عملنا اكيوميليتيف سايكل وعملنا اكزيكيوت انتقلنا للتكرار الثاني، بنلاحظ انه التكرار الثاني بلش من نهاية التكرار الاول، وين نهاية التكرار الاول؟ هي النبضة 53 او دورة الساعة 53. بالتكرار الثاني بلش عند ال 54، هاي هي فائدة الاكيوميليتيف سايكلز، انه مشان ما يصير لخبطة بالارقام او انه يصير مثلا كنا قبل الاكيوميليتيف كانت مبلشة من الصفر مثل التكرار الاول، لا هون خلاص بيكمل من نهاية التكرار الاول. هلا هون مثل ما حكينا رح نعالج 4 قيم، مثل ما حكينا سابقا بلشت تعليمة اللود أعطت أول قيمة من قيم الشعاع بالنبضة 58، بالتالي رح يضل لك 3 قيم لتوصل ال 61، وهيك بنكون كملنا طول الشعاع كاملا 12، بالتكرار الأول 8 بالتكرار الثاني 4. فإذا عالجنا القيمة الأولى 58 59 60 61 فعلا ضلوا 4، ومع 8 اللي كانوا بالتكرار الأول
فتم انتهاء من جل كامل قيم الشعراء. هلا اذا عملنا شويه تعديلات لنشوف شو بيصير معنا ملاحظات. اذا عدلنا مثلا عدد اللود والستور عملناهم 2 نعمل اكزيكيوت، بنلاحظ انه اختفى التضارب البنيوي لتعليمة اللود الثاني، السبب انه صار عندنا وحدتين لود وستور. بنلاحظ كمان تم جلبها بالدورة رقم 1 تمام، لانه خلص صار عندها وحدة وظيفية شاغرة فينا تاخدها وتخدم عليها، اما قبل كانت تنتظر لحتى تجيب او تعليمة اللود الاولى اول قيمة من الشعاع لتحسن مباشر مثل ما شايفين، او عفوا لتنتهي تعليمة اللود الاولى لحتى ترجع تشغلها تعليمة اللود الثانية. بعتذر هي ال 11 تنتهي تعليمة اللود الاولى بال 11 فورا بال 12 اللود الثانية بتاخد الوحدة الوظيفية وبتستغلها. نرجع على التعديل نفسه اكزيكيوت، فعلا اختفى الستاك. اما اذا عملناها للود والستور 3 نعمل اكزيكيوت، كمان اختفى التضارب البنيوي من تعليمة اللود الثالثة لانه صار عندنا 3 وحدات لود وستور، فصار العدد كافي لحتى ما يصير تضارب بنيوي بين تعليمات اللود. اما في حال عملناهم 4 نعمل اكزيكيوت، بنلاحظ اختفاء تضارب البنيوي بتعليمة الستور لانه صار عندنا 4 وحدات وظيفية للود والستور، ففورا صار بامكان الستور تاخذ هاي الوحدة الوظيفية وتباشر عليها. وهيك بتكون انتهت جلسة الفيكتور بروسيسنج، بتصور ما في اي مشكلة فيها وهي سهلة ان شاء الله. بالتوفيق.